أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا، وأنا معلمتكم للغة العربية. معي إلكم أصدقائي صور على اللوح نحن شايفينهم بالحلقات السابقة، وهالصور بتدل على مهن. كيف يعني المهن؟ يعني هون عندي صور أشخاص. أول صورة عنا طباخ، تاني صورة رسام، تالت صورة طبيب. وهالأشخاص هن عندهم مهن. طباخ بيطبخ، الرسام بيرسم، والطبيب هو بيحكم الإنسان، بيطبب الإنسان. عندي بالمقابل صور، صورة ريشة، هيدي الريشة، صورة طنجرة، وصورة إبرة. إبرة هلأ منشوف مين بيستعملها. يعني نحن بدنا نوصل هلأ الأشخاص وشو بيشتغلوا، مثل الطباخ شو بيعوز. خلينا نستعمل لون الزهري، انتو فيكن تستعملوا اللون اللي بتحبوا. طباخ شو بيستعمل بمهنته لما بيطبخ أو عندما يطهو؟ هل بيستعمل الريشة؟ كلا، لأنه ما بيلون الطعام، الريشة هي بتلون. هل بيستعمل طنجرة؟ نعم، هو بيستعمل الطنجرة وبيطهي فيها أشهى المأكولات. خلينا ننتقل للرسام. الرسام هو يرسم وبيلون، إذن هو بحاجة للإبرة، صح؟ كلا، هو بحاجة لريشة، لأنه الريشة هي بتساعده للتلوين وبتساعده تيرسم أجمل اللوحات. عنا طبيب، وقلنا الطبيب هو بحكم، وهو بحاجة لإبرة. أكيد ما نوصلها بالإبرة، لأنه لما نكون مريضين هو بحط الدواء بقلب الإبرة وبيعطينا إياها. وهيك نحنا منكون رجعنا شفنا أنه الطباخ هو يطهو، وبشو بيستعمل الطنجرة، رسام يرسم أجمل اللوحات، وشو بيستعمل الريشة، وعنا الطبيب بيستعمل الإبرة لما بده يحكم مرضى. وهيك أصدقائي منكون رجعنا شفنا كتير أشخاص وكتير مهن. هلأ بدي منكون ضلكن مركزين معي، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. في أنفي أشتم الزهرة، في لساني أتذوق تمرة، وفي عيني كم أبصر طيرة، وبأذني كم أسمع غنوة، وبيدي ألمس هرة. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. وبرجع معكن عن جديد أصدقائي بحصتنا من مدرستي. هلأ أنا نعمل نحن مراجعة لحرف. نحن دايما بنعمل مراجعة للأحرف، إنما حرف الغين. تتذكروا حرف الغين كيف شكله مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة؟ خلينا نتذكره سوا. حرف الغين بينرسم على هالشكل، نرسم نصف دائرة صغيرة، بيتصل بنصف الدائرة الصغيرة نصف دائرة كبيرة. يعني فينا نقول حفرة صغيرة وحفرة كتير كبيرة، مثل البطن كتير كبير. وهل أنا كاتبة حرف الغين بشكل صحيح؟ كلا، حرف الغين ناقصه نقطة، لأنه إذا شلت النقطة بصير عين،
لما أوضع النقطة يصير غين ومنقول له غ مع الأصوات القصيرة. غين مع فتحة غ. غين مع ضمة غو. وغين مع كسرة غي. مع الأصوات الطويلة نرسم فقط نصف دائرة صغيرة، نوضع نقطة مع ألف بصير غا. غين مع واو غو. وغين مع ياء غي. صار عنا غ غو غي. غ غو غي. وهلأ بدنا ننتقل لتمريننا. هالصور نحنا شايفينها، وهالصور فيها أيضا بتدل على كلمات فيها حرف الغين، وعنا أشكال لحرف الغين. خلينا نشوفهم مع الكلمات. بدي منكم هلأ كل صورة تساعدوني تأحضر شو اسمها، نكتبها ومنرجع منحللها. دفتركن وقلمكن دايما قدامكن، هيك منتشارك وانتو بتدونوا كل شي وما بتنسوا أبدا. أول صورة هو حيوان، ونحن هالحيوان حكين عنه بالحصص السابقة، حكين عنه بقصة، وقلنا هو من أجمل المخلوقات، موجود في الغابات، وأيضا هو يقفز وسريع. شو اسمه؟ غزال. خلينا نكتب كلمة غزال. وهلأ خلينا نحلل كلمة غزال. عنا حرف الغين مثل ما بتشوفوا أصدقائي، الحرف بنرجع بنكتبه. حرف الغين متصل من جهة واحدة. عنا حرف الزاي أيضا متصل من جهة واحدة. أنا شايفة أيضا حرف الألف. صار عنا غزال. لام حرف منفرد، ورح استعمل اللون الأصفر برسم دائرة حول حرف الغين. وهيدا أول شكل بالكلمات لحرف الغين. خلينا نكتب الأشكال هون. حرف الغين في أول الكلمة متصل فقط من جهة واحدة. رح انتقل لتاني صورة. عندي شباك، عندي لوحات، عندي كتير قصص، لكن هيدي شو منقلها؟ كلها 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 على بعضها غرفة. هيدي غرفة الجلوس. أما إذا شفنا تخت أو سرير منقلها غرفة النوم. خلينا نكتب غرفة. بكلمة غرفة عنا حرف الغين في أول الكلمة، أيضا مثل كلمة غزال. خلينا نحلل كلمة غرفة. غين متصلة من جهة واحدة. عنا حرف الراء أيضا متصل من جهة واحدة. حرف الفاء مادة إيد واحدة. وعن حرف التاء، تاء مربوطة. وقلنا نحن من علامات المؤنث هي التاء المربوطة، وغرفة هي مؤنث متصلة من جهة واحدة. مش بحاجة ارجع اكتب حد الاشكال حرف الغين، لانه بكلمة غرفة وبكلمة غزال حرف الغين في اول الكلمة متصل من جهة واحدة. وهلأ ننتقل للصورة الثالثة. نلاحظ في شمس، إنما كلمة شمس ما فيها حرف الغين. ولما تغيب الشمس يعني بصير وقت الليل،
شو منقول؟ منقول غروب الشمس. خلينا نكتب كلمة غروب. غروب فيها حرف الغين، إنما كلمة شمس رح أكتب كلمة شمس ما فيها حرف الغين، إذن هلأ أنا ماني بحاجة لإلها. خلينا نحلل كلمة غروب. عنا غين في أول الكلمة متصلة من جهة واحدة، حرف الراء أيضا متصل من جهة واحدة، حرف الواو منفرد، صار عنا غروب. حرف الباء أيضا حرف منفرد، وأنا أيضا ماني بحاجة أرجع أكتب حرف الغين محل ما وضعنا الأشكال، لأنه بكلمة غرفة بكلمة غزال حرف الغين أيضا في أول الكلمة متصل من جهة واحدة. رح ننتقل للصورة اللي بعدها. منلاحظ في حذاء، وعم نلاحظ في شخص عم بيلون الحذاء وينظف الحذاء. وهو شو بيستعمل؟ أي مادة كرمال يلون الحذاء؟ منقله صباغ. رح نكتب كلمة صباغ. وين في حرف الغين؟ في آخر الكلمة. خلينا نرجع نحلل الكلمة. عنا حرف الصاد صي، باء في وسط الكلمة متصل من جهتين، عنا الألف. أنا ماني كتبتها بشكل صحيح، لأن حرف الألف اتصل بحرف الباء، إذن لازم أرسم خط تاني فرجي إنه هو مادة إيد. وعنا حرف الغين في آخر الكلمة صي با غ، في آخر الكلمة حرف منفرد، إذا تغير شكل، يعني صار عنا شكل جديد. رح نرجع نكتبه جنب حرف الغين متصل من جهة واحدة، وهيدا شكل تاني لحرف الغين. هلأ بدي انتقل للصورة التالية. فينا نقول كبير. كبير ما فيها حرف الغين، شو عكس كلمة كبير؟ إذا قلنا كبير أنا كبيرة، إذا أجا حدا أقصر مني بقول له صغير، أو الصغير يعني الولد. صغير في حرف الغين، صغير. حرف الغين منلاحظه في وسط الكلمة. خلينا نحلل كلمة صغير. حرف الصاد في أول الكلمة متصل من جهة واحدة، ما مننسى أبداً السن بحرف الصاد. عنا حرف الغين، حرف الغين متصل من جهتين، كتير سهلة، نرسم مثلث مقلوب ونوضع نقطة ونرسم خطين متصلين بالمثلث، لأنه حرف الغين عطى إيدتين. عنا حرف الياء في وسط الكلمة أيضا عاطي إيدتين، حرف الراء عاطي إيد وحدة مثل ما منشوفها إيد وحدة. وهيدا شكل جديد لحرف الغين. خلينا نزيده، قلنا منرسم مثلث مقلوب نوضع نقطة. خلينا ننتقل لآخر صورة. هيدا من أحد الحيوانات اللي أنا علمتكم عنه، هو من الطيور. لونه كتير كتير أسود، وجناحه وأجنحته كتير طويلة. شو اسمه؟ تتذكروا؟ ببلش بحرف الغين، بيبدأ اسمه بحرف الغين. غراب. غراب. عنا غين في أول الكلمة، يعني عندها إيد واحدة فقط مادة. عنا حرف الراء
أيضا متصل من جهة واحدة يعني عاطي إيد واحدة. حرف الألف سهل، حرف منفرد غو را ب، وباء حرف منفرد، وهيدا حرف الغين بكلمة غراب، مثل بكلمة غروب، غرفة، غزال. وهيك نحنا منكون شفنا ثلاث أشكال لحرف الغين بقلب الكلمات. وإن شاء الله أصدقائي أنتوا تكونوا دونتوا كل شي على دفتركن تما تنسوا أبدا حرف الغين. هلأ بدي منكن تبقوا مركزين معي على الشاشة، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. غواصة. غسالة. غوريلا. مغناطيس. جاهزين لآخر فقرة؟ محضرين دفتركن وقلمكن؟ لأنه بفقرتنا هلأ عنا إملاء. خلينا نكتب على اللوح إملاء. عندي إلكن أربع كلمات، وهالأربع كلمات بأكد لكن فيها حرف الغين، ورح نشوف أشكال عديدة أيضاً لحرف الغين. ركزوا معي منيح، افتحوا دينينكن وقلمكن ودفتركن دايما قدامكن. اول كلمة عندي اياها هي صمغ. مش عم بقول سمغ، عم بعرض صوتي صمغ، يعني في حرف الصاد بكلمة صمغ. كتبتوها؟ رح عيدا مرة تانية كرمال تتأكدوا إذا كتبنا بشكل صحيح. ص مغ. رح نكتبها على اللوح ص مغ. حرف الصاد ما مننساله السن أبدا، وهيدا شكل حرف الغين في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة. إذن خلينا نزيد الشكل تحت كلمة صمغ. نرسم خط لأنه مادة إيد واحدة. نرسم مثلث مقلوب، ويتصل بالمثلث المقلوب حفرة كتير كبيرة، بطن كتير كبير. وما مننسى أبداً النقطة، لأنه إذا شلنا النقطة بيصير حرف العين، إنما أنا بدي حرف الغين بكلمة صمغ. خلينا ننتقل للكلمة التالية. اسمعوني منيح. غسالت. غسالت. عم شد على حرف السين. عنا حرف الغين في أول الكلمة. تذكروا كيف بنكتبه بأول الكلمة. غ س، عم شد على حرف وفي صوت طويل. س لت. كتبتوها؟ خلينا نتساعد. غ س، لأنه في صوت طويل ولازم أوضع شدة فوق حرف السين. لت. تاء مربوطة، لأنه غسالة هي مؤنث. غسالة يعني هي الأداة اللي أمنا بتحط لنا ثيابنا فيها وبنغسل ثيابنا. إذن عنا حرف الغين في أول الكلمة وعلى هالشكل متصل من جهة واحدة. كلمة تالتة إلكن. مصبغات. أنا عم أقول حرف التاء في آخر الكلمة
كرمال ساعتكم تعرفوا كيف تكتبوا كلمة مص بغت، لأنه نحن ما لازم نلفظ حرف التاء مثل غسالة. مص بغى، يلا أصدقائي مص بغى. خلينا نكتبها سوا، مص بغى. مثل ما منشوف حرف الغين في وسط الكلمة، ونلاحظ تاء مربوطة في آخر كلمة لأنه من علامات المؤنث. ومص بغى بتعني هو المحل اللي نحنا منودة تيابنا لعندهم تيكولنا ياهن، أو إذا كانوا مجويين كتير 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 والغسالة ما عم تقدر تنظفهم، المصبغة بتنظف لنا ياهن لأنه عندها أدوات خصوصية لإلها. وعنا هلأ شكل جديد لحرف الغين، إلنا منرسم خط مثلث مقلوب وخط تاني لأنه متصل من جهتين، ما مننسى النقطة. وآخر كلمة عندي إياها فراغ. فرا صوت طويل غ، فراغ كتبتو؟ خلينا نكتبه سوا، فراغ. حرف الغين في آخر الكلمة لأن حرف الألف ما حط إيده، إذن هيدا شكل جديد بدنا نزيده لحرف الغين بكلمة فراغ. صار عنا أربع أشكال، غين في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة، غين في أول الكلمة متصل أيضا من جهة واحدة، غين في وسط الكلمة متصل من جهتين، وغين حرف منفرد. حفظتون منيح؟ دونتون؟ لأنه أنا هلأ صار وقت أني ودعكن، بدي منكم ترجعوا تراجعون أيضا بمنزلكن ببيتكن، وما تنسون أن أبدا. وهلأ بدي أقولكن إلى اللقاء أصدقائي. تعيشوا تعيشوا مدرستي، أحملها دوما في قلبي، أحبك معلمي الغالي، أحب أيضا معلمتي، أرى أهلي دنياي ووطني جميعا أراهم بمدرستي. مدرستي أحبها أحبها، أحب اللعب في ملاعبها، أحب رفاقي ورفيقاتي ودرس مختلف اللغات، نجاح في حياتي أراه من خلال مدرستي. تعيش تعيش مدرستي.